جيت على غازيانتاب من سنتين. عم بدرس سنة تانية معلم صف بجامعة غازيانتاب. عايشة أنا وبابا وزوجته. بابا لا ما بيشتغل، أخويا اللي بيشتغل. أهلي بالبداية كانوا ضد إنه أكمل الجامعة، مو مشان يعني إنه البنت أو أكمل دراسة، كانوا ضد إنه أكمل الجامعة مشان المبلغ. أنا لما قبلت بالجامعة قبلت في برنامج عربي، فكان الدفع بالسنة 2000 دولار، فكان صعب شوي على أهلي، فكانوا ضد هذا الشيء يعني. أخوي صار يقترح علي إنه أكمل بجامعة افتراضية، أنا كنت ضد هذا الشيء، إنه طلع لي مقعد بالجامعة وفرع بالجامعة، وأنا كان حلمي فوت معلم صف وصير أنسى. فلما منحت سبارك يعني قبلتني انحلت كل المشاكل الحمد لله، وقدرت أكمل. هلا لما المنحة بتوفر لنا الراحة المادية يعني بنرتاح أكثر بدراستنا، بتدعمنا بالمؤتمرات بالمشاريع بالدورات، بتوفر لنا إنه تدفع القسط مع المبلغ المادي. بسوريا كملت دراستي، عشت بالحرب 4 سنين تقريبا، بعدها سافرنا. بعد ما خلصت بكالوريا سافرنا، كانت فترة كتير صعبة بالكهرباء والأكل والمي، كانت حياة كتير صعبة كلها خوف، ما أقدر أروح على المعهد أحيانا أو على المدرسة. أمي من 20 سنة كانت مريضة ومع مرض القلب، عملت عملية، ونحن جينا على تركيا كرمال عمليتها، لأني قالوا لنا إنه بسوريا الوضع صعب يعني، وعمليتها تبديل صمام كانت، فبتحتاج يعني مشفى مريح وبدون أصوات، فسافرنا على تركيا كرمالها يعني، بس توفت بعد العملية ب4 أيام. ماما كتير كانت داعمة إلي، كانت تشجعني بكل خطوة بحياتي، وأنا بصراحة يعني حتى لما جيت على تركيا كانت هي لسه عايشة، فوراً خلتني أسجل بالمنحة يعني، ومعني هي كانت بالمستشفى. حتى الله يرحمها حسيت بفراغ كتير كتير كبير، وحسيت إنه مسؤولية يعني حطيت فيها، وأنا ما كنت متعودة أبداً إنه أنا أعتمد على حالي. وهو دايماً الظروف يعني قد ما بتكون قاسية قد ما بتجعل من الإنسان شخص ناجح أكثر، شخصيته أقوى، أنضج، أوعى، توعي على كتير شغلات. حاببته كتير، من لما كنت بحلب كنت أتمنى أفوت معلم صف يعني. أهلي فخورين فيني هلا بكتير يعني، لما أثبتت لهم إنه أنا كملت جامعة وحققت حلمي وعم بجيب معدلات عالية يعني، وانقبلت بمنحة، ولحد الآن مستمرة الحمد لله بتفوق.